كعادتها دائما تتسابق مجموعة من الكلاب للتعلق بسليمة ومداعبتها في تجسيد لعلاقة قوية تجمعها بها، منظر مألوف للذين تعرفوا على سليمة من خلال محمية الحيوانات قبل أن يتطور الأمر إلى مشروع حياة الذي اختارت سليمة أن تكرس عبره جهدها ووقتها ومالها لمساعدة الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب الضالة. ترفض صاحبة المبادرة نعت اهتمامها بالحيوانات بالطرف والأمر الثانوي، تقول إنه عمل خيري له أولوية بالنظر إلى تزايد أعداد الحيوانات المتخلى عنها أو التي تتعرض للإهمال دون سبب معقول ودون رأفة أو رحمة. خرج حياة ماشي غير كتشبر كلاب، كتدوم عند طبيب، كتعمل عملية، وهاديك خصك شي واحد يقابلهم. في الأول من دينا هذه 3 سنين الناس كانوا كيخافوا من الكلاب، إذا كان مهم نجبروا الناس اللي كانوا كيبغيو كلاب ويفهموا الناس هاد كلاب ماشي خطر. هاد كلاب هادو ماشي خطر، لا والو ماشي خطر، ماشي عبدو حد. هاد كلاب هادو هنا باش يعاونونا باش ميبقاش يمرض، وحنايا الانسان خصنا نقابلوهم حيت كلب واحد الحيوان بلاتي دوميستيك، كلب اليف 100% اليف، واخا خلق في الزنقه واخا خلق في ما خلق خصو يكون مع الانسان. وهذا السيد هذا عبد الملك عنده قلب ابيض، اذا عبد الملك عيط لي كيقول لي شو كاين واحد كلب هنايا اللي ما عندوش تابا كيتصالح معاه، كنجي هو كيهز لي كليبه كامله لي في الطوموبيل على خاطره كنعملو العملية، كتبقى مع الطبيب حتى كتبرى، كنتصل بيه غنجيبها كنجيب من عندو كيقابلها كيتأكد كلشي مزيان. بحال دابا منين جيت قال لي هاد كليبة اللي نعسات من فوقي عندها عينينا ديالها مريضة شويش، فلوسو بيدو مشا فارماسيا شرا بومادا باش يداويها. هاد السيد مكيربحش بزاف درويش، بحق عرفتي جوليانا مليونير عنده قلب كبير بزاف. في زيارتها التفقدية بحيواناتها التي تعتني بهم، عرفتنا سليمة ببعض الأشخاص البسطاء النادرين والمتميزين الذين نذروا حياتهم لمساعدة هذه المخلوقات الضعيفة. هذه بكمة الله، الإنسان خصو دائماً يشوف نهادو أكثر من اللي يشوف البشر، لأن البشر كيقدر يمشي كيقدر يجي كيقدر يتصرف كيقدر، هادو جالسين إلا ما مكلتيهم شي نتينا ما أو ما يصوموا حتى شهر شهرين أو ما مساكن جالسين. هو الرزق د الله ماشي ديالنا، هو الله سبحانه وتعالى اللي كيجعل في قلب بنادم الموهبة، ما كتكونش عند بزاف د الناس، حيت كاين اللي كيضربهم كاين اللي كيجري عليهم، وكاين الناس اللي عند طهر بالموهبة وقلبها حنين، ولو تكون عندها غير 10 دراهم تكون عندها اللي كتب الله كتمشي وتجيب لهم اللي كتب الله. واش غادي يقول لك أكثر من 10 سنين وأنا معاهم هايدا في أي بلاصة. سليمة تعرفت عليها بالحيوان في مع اللايكة، اللايكة جات لنا هنايا صغيرة ربيناها، زعما أنا ممتنة لهاد الناس هادو عندهم الجزاء كبير. وهذا السيد هذا تا هو عم مالك تا هو كيقابلهم ويشيلهم الدواء ويشربهم، فهمتي كيكونوا مراطين مع ان ما نعملو لهم ولو كنعطيهم غير الزيت ديال العود كيعدل لهم كراتهم في الشتاء، المهم كنحسنوا بهم. والناس كيسقسوني كيقولوا لي واش هادشي اللي كتعمل الناس كيعاونوك او لا من عندك؟ كنقول لهم انا ما خدامه ما ردامه، انا واحد مرة بوبريه ولكن اللي كيكون عندي في البسطام كنزبقهم هما والله سبحانه وتعالى كيخلف لي. تبذل الجمعية قصارى جهدها عبر عدة طرق ووسائل لتثقيف الناس ودعوتهم لحماية الكلاب من خلال نشر ثقافة الاعتناء بالحيوانات والتعايش معها. ولي خصني نفهم الناس يا كامل بينا نقدر نعاونو، ماشي في اليد الله اليد ديالنا إياه في اليد الله، إذا عندك مارت وكتمشي عند طبيب وكيداويك إياه هذاك هادشي في اليد الله. بحال ملي كتشوف شي أي روح كيتعذب، إنسان حيوان شجرة في العطاش مخلوق خلق الله، عاون عندك شي كاميرا قسمة، عندك الماء قسم شراب بصح، عندك جوج خرسي واحد كيترعد ببرد عطيه خرسي تاني كتشوف كل فيه برد دبر لشي كرتون من عاس فيها هذا تقول كامل مينا وبيناتنا
انا خصني طنجة تكون مدينة الاولى ني بلاصة يا ايدا امال الله خصني طنجة تكون ان سانكتوير صافي عندكم مراقص مرعيه واحد موطع فين انسان والحيوانات والدنيا كامله نقيه وكل شيء مزيان. يترجم مشروع حياة فيضا وعطاء، لا يمكن إلا أن يترجم نقاء السريرة وابتغاء الأجر عند الرحمن الرحيم. تضحيات جليلة رغم كل الصعوبات، قصص مودة ووفاء غير مألوفة حتى في علاقات البشر مع بعضهم، تظهر جانبا مضيئا ورحمة ربما نحتاج أن ننقله من علاقة العمال بالحيوانات إلى علاقتنا اليومية معا في الشارع والعمل والمواقف المختلفة.